من لبنان السيد العميد أكرم سيريوري الخبير العسكري واللبناني. سيد العميد تحياتي، أهلا وسهلا. تحياتي لك ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين. أشكرك سيد العميد. الحديث يدور حول ما حدث بالأمس، التصعيد الأخير من جانب حزب الله وإسرائيل. هناك بعض التحليلات السياسية بترى أن طبيعة المواجهة والتطور اللافت بالأمس هو نوع من الحرب المدارة بشكل أو بآخر، أي أنها ضربات محسوبة سواء من جانب حزب الله أو من جانب إسرائيل وفق قواعد الاشتباك بين الطرفين. إلى أي مدى أنت مع هذا الطرح؟ يعني نعم، كما تفضلت الوضع ما زال تحت طقس محدد، لنقل يعني لا إسرائيل سعت بتوسعة الجبهة والحرب الشاملة، ولا حزب الله الذي أعلن أكثر من مرة حزب الله أنه لا يريد الحرب الشاملة، بل على العكس هو فتح جبهة إسناد وهو ملتزم بهذا الطقس، لكنه صعد بالأمس ورد على عملية اغتيال القائد في حزب الله فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية. لكن يعني ما نستنتجه مما حصل أمس أن الطرفين أكان إسرائيل أو حزب الله لم يسعيا إلى تفجير الموقف بشكل كامل. وأنا أذهب إلى ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي جالينت عندما قال إن الحرب مع حزب الله قادمة لكن ليس الآن. يعني هذا الكلام يوضح بشكل قاطع ان على الاقل يعني المؤسسه العسكريه في اسرائيل لا تريد فتح جبهه ثانيه، هي الان غارقه في وحول غزه، هناك فشل كبير، يعني هناك انهاك لهذا الجيش كما قال اسرائيل ياخنت رئيس شعبه العمليات السابق في الجيش الاسرائيلي، قال بشكل واضح ان اسرائيل عالقه في وحول غزه، هناك مشكلة كبيرة يعاني منها الجيش الإسرائيلي، وبالتالي لا أعتقد أنه الآن في وارد أو في قدرة على فتح جبهة يعني ثانية والغرق مجددا في وحول لبنان. لذلك رأينا أن هذه الضربات كانت محسوبة، الطرفان سرعا إلى القول بأن يعني انتهت القصة هنا، ويعني حزب الله قال إذا كان الرد هكذا وكانت نتائج مرضية نحن نكتفي بهذا الأمر ونعود إلى قواعد الاشتباك السابقة. إسرائيل أيضا قالت أنه إذا كان يعني هذا هو الرد هي أيضا لن تذهب إلى أبعد من ذلك ولن ترد على ضربة حزب الله. إذا كان هناك حرص من الطرفين ومن طبعا الأوساط الدبلوماسية كان الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية على تهدئة جبهة لبنان. لكن تبقى نقطة مهمة جدا، يعني أن إسرائيل تحاول مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير جدا من أجل وقف يعني جبهة لبنان وفصلها عن جبهة غزة كي يذهب نتنياهو لتنفيذ مشروعه. هو في غزة ينفذ مشروع، هناك مشروع إسرائيلي كان موجود في الأدراج منذ أيام ومنذ سنوات عفوا، يقضي بتهجير الفلسطينيين من غزة وإعادة السيطرة على غزة. هو الآن يجد أن هناك فرصة ربما تكون سانحة لتنفيذ هذا المشروع، لذلك يقوم يعني بهذا العمل الإجرامي الوحشي، هو يستهدف المدنيين. إذا ذهبنا إلى حقيقة ما يحصل، المواجهات الحقيقية يعني بين حماس وحزب الله محدودة جدا. العمل الإسرائيلي يرتكز بشكل أساسي على قتل عدد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من نساء وأطفال وشيوخ، يقول لهم اذهبوا إلى المدارس ثم يقصف المدارس، يقول لهم اذهبوا إلى المستشفيات يقصف المستشفيات. إذن هو ينفذ عملية إبادة وعملية ضغط، وهناك عملية تجويع وعملية يعني قطع المياه وضرب البنى التحتية بهدف جعل غزة منطقة غير قابلة للسكن. والهدف الرئيسي طبعا هو ترحيل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين. وسمعنا طبعا الدعوات من سموتريش وبن غفير وغيره إلى إعادة يعني السيطرة على قطاع غزة وبناء مستوطنات خاصة في شمال قطاع غزة وطرد الفلسطينيين. هذا هو المشروع الحقيقي الذي يسعى إليه الإسرائيلي. لكن بالرغم طبعا من كل هذه الأمنيات الإسرائيلية، أعتقد أن الواقع بعد 10 أشهر أفشل المخطط الإسرائيلي وأثبت أنه لا يمكن لا للإسرائيلي ولا للأمريكي أن يقفز فوق حقيقة وجود 6 مليون فلسطيني في فلسطين المحتلة. لا يمكنهم يعني أن يتجاهلوا هذا الأمر،
مهما فعلوا ومهما قاموا بعمليات قتل وإبادة وتدمير، بالتالي هناك شعب يعيش في هذه الأرض، متمسك بهذه الأرض، ولديه الحق الشرعي والقانوني بالوجود يعني. وهذا ما قاله طبعا كان البيانات التي صدرت عن الفاتيكان أو ما صدر عن محكمة العدل الدولية التي وصفت بشكل موضوعي أن إسرائيل هي سلطة احتلال تحتل الأراضي الفلسطينية. كل ذلك يؤكد أن الشعب الفلسطيني باق في أرضه، ومهما طالت الحرب ومهما ارتكب نتنياهو وجيشه من جرائم ومن إبادة ومن قتل، هو يعني لن يغير في المجرى الأساسي للعمليات شيء. سيبقى الشعب الفلسطيني في فلسطين، سيبقى متمسكا بحقوقه الشرعية وبتحرير أرضه، وبالتالي كل ما يقوم به الإسرائيلي هو ليس أكثر من يعني تقويض، كما قال ديمتري شمويسكي، كتب في أريتس وأوضح بشكل قاطع أن نتنياهو يقوم بتقويض إسرائيل، تقويض البنى الأساسية والأسس التي قامت عليها إسرائيل، ويضر بإسرائيل أكثر مما يضر يعني بحماس وبالشعب الفلسطيني. صحيح. بالتالي صحيح. نعم، هذا هو الأمر الصحيح. نتنياهو الآن، وكما ذكر أيضا ديمتري شومسكي، من ينقذ إسرائيل من نتنياهو؟ نعم، الآن من ينقذ إسرائيل من نتنياهو؟ من ينقذ فلسطين من نتنياهو؟ من ينقذ المنطقة من نتنياهو؟ من ينقذ العالم من جنون نتنياهو الذي يسعى يعني إلى عمليات القتل والإبادة، وحتى لا يهتم لا لحياة الأسرى الإسرائيليين ولا للجنود الإسرائيليين الذين يموتون من أجل مصالحه السياسية؟ كل ذلك يعني يؤكد أن هناك حكومة متطرفة، حتى أنها تريد إشعال حرب شاملة. لو وافق الجيش يعني على أن يشعل جبهة الشمال ويقوم بهجوم على لبنان لفعل نتنياهو ذلك، لكن أعتقد يعني الجيش الإسرائيلي وفق تقدير الموقف الذي أجراه نبه نتنياهو إلى مخاطر الحرب الشاملة، لهذا السبب يعني أن هناك قوة رادعة في لبنان لدى المقاومة وقادرة على الوصول إلى عمق إسرائيل. وهذا أيضا ما ظهر من خلال العملية، يعني أن تنفذ المقاومة عملية وتصل صواريخ المقاومة وتصل يعني المسيرات إلى عمق إسرائيل، إلى شمال يعني تل أبيب، إلى بعد 1500 متر عن تل أبيب. أعتقد هذه رسالة رادعة واضحة أن المقاومة قادرة على الوصول إلى كل الأهداف في إسرائيل. والحديث الذي قاله أيضا عضو المجلس الإقليمي في مستوطنات الشمال يعني أوريك لينر، قال بشكل واضح لا يوجد مكان آمن في إسرائيل، الصواريخ تتساقط في كل الأماكن، هناك حالة هلع، هناك حالة رعب. نعم، هذا هو. شكرا جزيلا. أن يكون عليه الوضع في الشمال، ولذلك هناك محاذير من اندلاع حرب شاملة على. شكرا جدا السيد العميد أكرم سريوري، الخبير العسكري واللبناني، شكرا جزيلا.